عندما نريد الذهاب إلى الحمام في الأماكن العامة، عادة ما نجد مكاناً مخصصاً للنساء وآخر للرجال، فهذا هو المتعارف عليه في معظم الدول. الآن تخيل أن تذهب إلى نفس هذا الحمام لتجد لائحة عريضة مكتوباً عليها العرق المسموح له بالدخول. هكذا كان الحال في جنوب أفريقيا وليس في الماضي البعيد، فما هي القصة؟ حكمت الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 لمدة 4 عقود، وأنشأت نظاماً للفصل العنصري يهدف إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية لهذه الأقلية ذات الأصول الأوروبية. عرف هذا النظام باسم أبارتايد، وهو مصطلح أفريقي الأصل معناه الفصل. كان قانون تسجيل السكان بمثابة حجر الأساس لسياسة الفصل العنصري، فمن خلال هذا القانون تم تقسيم السكان إلى 4 مجموعات عرقية، هي أبيض، أفريقي، هندي وعرق مختلط، وفرض على كل شخص بالغ في جميع الأوقات حمل بطاقة هوية خاصة بالعرق الذي ينتمي إليه. لم يكن هذا القانون الوحيد الذي طبقته الأقلية البيضاء الحاكمة، إنما كانت هناك قوانين أخرى تفرض الفصل، مثل منع زواج الفرد من آخر ينتمي إلى عرق مختلف، بل وامتدت قوانين الفصل لتشمل أماكن عيش مختلفة بحسب العرق، إضافة إلى فصل تام في أماكن الدراسة والعمل والمنشآت الصحية، وحرمان غير البيض وهم الأغلبية من التصويت في السياسة. قد تتساءل، لماذا حكمت أقلية بيضاء بلداً سكانه الأصليون أفارقة؟ يعود الوجود الأوروبي في جنوب أفريقيا إلى القرن 17، حين سافرت إلى هناك مجموعات من البريطانيين والهولنديين للعمل، وعلى مدى القرون 3 التالية قام هؤلاء الأوروبيون بتوسيع نفوذهم للحصول على الموارد الطبيعية الموجودة مثل الذهب والماس. ولكن بالعودة إلى نظام الفصل، لكل قصة نهاية، فبعد سنوات من الإدانة والعقوبات الدولية انتهت أيام الفصل العنصري في البلاد مع ترأس فريدريك ويليام دي كليرك الذي كان آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا. فألغى الرئيس عام 1991 معظم القوانين التي شكلت أساساً للأبارتايد، وقام بإطلاق سراح نيلسون مانديلا من السجن الذي كان سياسياً مناهضاً للفصل العنصري، وأصبح بعد تحريره أول رئيس ذي بشرة سمراء في جنوب أفريقيا. وفي عام 1994 تم إنشاء دستور جديد منح جميع الأعراق الحق في التصويت، ثم أدت الانتخابات في نفس العام إلى تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية غير بيضاء، ما مثل النهاية الفعلية لنظام الفصل العنصري. برأيك، هل تستمر العنصرية اليوم في أحياء جنوب أفريقيا؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.